حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف ناصر إبراهيم الشيب رئيس النيابة بالنيابة العامة. سيد ناصر، بعد التحية، ما هي الوساطة الجنائية وأهداف تطبيقها؟ يا أهلا ومرحبا. في البداية حاب أشكر تلفزيون البحرين على هذه المداخلة الهاتفية، وبخصوص السؤال الله يطول بعمرك، ما هي الوساطة الجنائية؟ الوساطة هي كل عملية يطلب فيها أطراف الدعوة الجنائية من شخص آخر يسمى الوسيط، وهو الوسيط الجنائي، مساعدتهم في سعيهم للتوصل إلى اتفاق تسوير في الجرائم المثارة بينهم. وهناك عدة أهداف نأمل في تحقيقها من تطبيق هذا النظام، من بينها التعويض المباشر والسريع للمجني عليه على النحو الذي يحقق رضائه، وتنمية روح الصلح والشعور بالمسؤولية في المجتمع، والحفاظ على العلاقات الاجتماعية، وخاصة على مستوى الدعاوى الجنائية ذات الطابع الأسري. كما نهدف إلى سرعة الفصل في القضايا الجنائية، وأخيرا تأهيل الجاني وإصلاحه وإعادة إدماجه في المجتمع وتجنبه الآثار السلبية للعقوبات المقيدة للحرية، وذلك تماشيا مع السياسة العقابية الحديثة بما لا يخالف النظام العام. نعم أستاذ ناصر، هل يسري نظام الوساطة على كافة الجرائم أم أن القانون قد حدد نطاقا معينا لتطبيقه؟ في الحقيقة نظم المشرع بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2019 نطاق سريان الوساطة، كما خصص قرار معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية رقم 32 لسنة 2020 نطاق لتطبيق الوساطة في المسائل الجنائية، وذلك في الجرائم اللي يجوز فيها الصلح والتصالح أو التنازل قانونا، وهي جرائم الشكوى والطلب. وأهم هذه الجرائم هي الجرائم الخاصة بالمشاجرات البسيطة والامتناع عن دفع الأجرة والإساءات اللفظية والتهديد اللفظي، وكذلك إساءة استعمال أجهزة الاتصال، وكذلك جرائم الشيك والإتلاف والمسائل المتعلقة بالحضانة مثل الامتناع عن تسليم الصغير، وذلك بشرط تحقيق العدالة التصالحية لطرفي النزاع وبما لا يخالف النظام العام. نعم السيد ناصر إبراهيم الشيب رئيس النيابة بالنيابة العامة، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات.